او ماي جاد، فريق الاطفال يسيطر على الكبار وياخد المدينه. انا استحق. او ماي جاد، ايه ده؟ اطفال ركبه دبابات. والله خلينا ادخل بسرعه. يب يب، اقفل بسرعه بقى الباب. افتح. يب اقفل، وبعد كده دوس مولي مولي على الدبابات. او ماي جاد، يا ترى بس انت فين يا بابا؟ او ايه ده، والله ماشي بدبابات علويه. هو فعلا الكلام ده مظبوط ولا ايه؟ الاطفال هتسيطر على المدينه بتاعتنا. او ثانيه اشوف الاخبار. اعزائي المشاهدين، انا بنقل لكم الاخبار من قلب المدينة، لان انتوا عارفين التلفزيون بقى مع الاطفال دلوقتي. ايه، ومعدية دبابة قدامي دلوقتي، فزي ما انتوا شايفين فالاخبار سيئة جدا، الاطفال بتسيطر على المدينة. فانا برجو منكم ان انتوا تاخدوا بالكم، لان الاطفال، ايه ده اللي جاي عليا ده؟ ايه ده، مش ممكن، دبابة خطيرة. لا لا، يب يب، ابو علي نظف الاوضه بتاعته، وكمان لازم انظف البيت من تحت كله. لازم جوه بسرعه قبل ما بابا يجي. والنوب حركات ابن خالتي ده مش عاوز يساعدني في اي حاجه. لو كمان مشغل التلفزيون. خليني انت وادي حركات، يا تقوم تساعدني يا اما اقفل لك التلفزيون ده. قوم يا وادي انت. يلا وادي انت، روح نظف البيت يا وادي انت. انا مش فاضي بقى، انا عندي موضوع مهم اصلا، موضوع خطير. اوه موضوع مهم؟ موضوع ايه يا ابني الخطير؟ قول لي، يمكن تكون حاجه مهمه ولا حاجه. ايه الموضوع ده؟ ما انا مستني اهو التلفزيون، مستني الكرتون بتاع سبونج بوب، هشوف هيعمل ايه مع شفيق. او ماي جاد، هو ده الموضوع الخطير. قولي مولي على الجنان. ايه ده، ايه الاخبار دي؟ هو ده اللي كان لازم يحصل من زمان، ان الاطفال تضرب كل الكبار في بروك هيفن. احنا مش بنحبكم اصلا. ايه ده وادي بالي، هو مين اللي بيتكلم ماشي في التلفزيون؟ انا عارف حركات، مفيش حد اصلا على الكرسي. انا بس مش عارف ابين نفسي عشان قصير، لسه طفل صغير كده. انتوا تشوفوني كلكم، احنا جيش الاطفال، لازم نسيطر على المدينة دي. وكمان اللي مش هيسمع كلامنا هنضربه، ولازم ينضم لعصابة جيش الاطفال، ولازم كل الكبار ينضموا لينا يا اما يطلعوا برا المدينة. خلص الكلام، مع السلامة يا كبار. او ماي جاد، ايه اللي انا شفته ده على التلفزيون؟ هم ازاي يسيبوا طفل زي ده طالع كده على التلفزيون؟ انا مش عارف ايه وادي الشغلدون ده اصلا، ازاي ماشي سايبينه كده اهوت. انا عارف حركات، وانا وانت اللي عاوزين نطلع على التلفزيون، بقالنا 7 شهور مش عارفين، ويطلعوا طفل. ايه ده، انت عامل ايه يا ابني؟ ايه رايك بوش بالي؟ انا بوش قاعد على الهوا كده اهوت. بوش دلوقتي اعمل لك حركه الحلزونه. بوش عليا. او ماي جاد، هي دي حركه انت واد؟ دي حركه الحلزونه دي على ولا ايه؟ يا واد استنى. الباب بيخبط، ده تلاقي بابا يا حركات. تعال نشوف بابا. ايه ده بابا جه ولا ايه؟ هنشوف دلوقتي. ايوه بابا. اقف عادي بقى حركات لحسن يزعلك. اقف. طيب ماشي. اقفوا. ايه ده؟ او ماي جاد، وانا اللي كنت فاكر بابا. انتوا عاوزين ايه؟ الشوكولاته اللي في الثلاجه خلصت مش عندنا، عاوزين ايه انتوا؟ اسمعني كويس، احنا جايين عشان لازم تنضم معانا في جيش الاطفال. يلا تعالى. مين ده واد بالي؟ باباك اللي جه ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه اطفال ده واد بالي؟ انا عارف حركات، اطفال على اخر الزمن. ده الواد ماسك سلاح حركات. وطي صوتك، استنى. انت حبيبي نزل السلاح ده يا بابا، كده غلط على فكره. انت بتقول لي انا كده؟ استنى بس. ما اقول لك ايه يا ملك، امسكي السلاح ده عشان تقيل عليا، امسكي. طيب هات. ودلوقتي هتنضم لينا ولا تحب نشوف هنعمل فيك ايه؟ انضم ليكو. او ماي جاد، حركات بص، انا دلوقتي هقفل الباب في وشهم ونطلع نستخبى فوق. ماشي. ايه ده، استنى بس بفهم الموضوع. انتوا اطفال، انتوا عاوزين حد يدمر الفريق بتاعكو؟ جيش الاطفال هيحتل كل المدينة دي، لازم تنضموا لينا دلوقتي، وإلا هنتعصب عليكم احنا الاطفال، وهنضربكم كلكم يا كبار، ونطردكم. حركات يا نوف، فكر في اللي انا قلت لك عليه، احنا لازم نطلع فوق حركات ونقفل الباب في وشهم. اوكي. ايه ده، استنى بس، ايه ده هلاوية؟ انا لو انضميت لجيش الاطفال ده اهوت مع جيش الفراخ، هبقى اقوى جيش في العالم كله. بس انا كده خلاص فكرت في الموضوع، انا دلوقتي لازم اندم جيشهم. يلا يا ابني انت بتعمل ايه؟ يلا زي ما قلت لك الخطه. انت رجاله، انا هندم الفريق بتاعكو. او ماي جاد، ايه ده؟ النوب راح ينضم اليوم يا نوب. ايه ده، انت ليه بتقول لنا يا رجاله؟ احنا مش رجاله. طيب انتوا اطفال، انا هدمر الفريق بتاعكو. ايوه كده، يلا بينا، وانت حسابك معانا بعدين، هندي لك فرصه
ساعة واحدة لو ما فكرتش واتدبيت لينا هنيجي نتربط. يلا بينا بسرعة. يلا يا فرخة. طيب يا ايه ده فرخة انت وديتا. يلا يا فرخة بسرعة حتى انت بدي بتقولي لي فرخة. ماشي ايجايا سلامة بالي باي. او ماي جاد فريق الاطفال يسيطر على الكبار وياخد المدينة. انا استحل. او ماي جاد ايه ده اطفال ركبة دبابات والله. خلينا ادخل بسرعة. يب يب اقفل بسرعة بقى الباب. افتح يب اقفل وبعد كده دوس مولي مولي على الدبابات. او ماي جاد يا ترى بس انت فين يا بابا. او ايه ده والله ماشي بدبابات يا علوية. هو فعلا الكلام ده مظبوط ولا ايه؟ الاطفال هتسيطر على المدينة بتاعتنا. او ثانية اشوف الاخبار. اعزائي المشاهدين انا بنقل لكم الاخبار من قلب المدينة لان انتوا عارفين التلفزيون بقى مع الاطفال دلوقتي. لقوا معدية دبابة قدامي دلوقتي فزي ما انتوا شايفين فالاخبار سيئة جدا. الاطفال بتسيطر على المدينة فانا برجو منكم ان انتوا تاخدوا بالكم لان الاطفال ايه ده اللي جاي عليا ده. ايه ده مش ممكن. دبابة خطيرة. لا لا او ماي جاد اولي بولي الاطفال فعلا مسيطر على كل حاجه. انا استحال ان انا واقف بحاجه زي دي. احنا مش لازم نخلي الاطفال. يا ترى مين اللي بيرن عليا الجرس ده. خلينا نشوف بسرعه مين. ده بابا. بابا ابو علي افتح بسرعه الباب. حاضر حاضر يا بابا. ادخل ادخل يا بابا بسرعه. لاس جوه في الباب في الباب. اولي مولي يا بابا تعالى تعالى. او ماي جاد انت شفت يا بابا اللي حصل. ابو علي للاسف الاطفال كلها هتسيطر على المدينة. احنا مش عارفين هنعمل ايه ولا عارفين حتى الاطفال عاوز مننا ايه. بيقولوا انهم بيكرهوا الكبار وعاوزين يقضى عليهم يا اما ينضموا ليهم في الجيش بتاعهم بتاع الاطفال. او ماي جاد يا بابا هو ده بس تفكير الاطفال ان احنا ننضم للجيش بتاعهم. ايه الصوت ده. او ماي جاد الاصوات غريبة برا يا بابا. قولي او ماي جاد في دبابة بابا جاية. الدبابة جت هنا بابا تعالى تعالى اكيد هيقتحموا البيت. تعالى بقى نستخبى فوق. خلينا نستخبى بسرعة. لا انا مش لازم استخبى خليهم ياخدوني انا ويسيبوا ابني. انتوا فين؟ سلم نفسك يا عم ابو علي. زي ما قلنا لكم بالظبط هنديكم شوية وقت ولازم تفكروا والوقت خلص. يلا يا عمو عشان تدخل فريق جيش الاطفال. يلا بسرعة يا عمو ما عندناش وقت بقولك. او ماي جاد او ماي جاد دول هيخطفوا بابا يدخلوا جيش الاطفال. انا مش لازم اخليهم يعملوا كده. استنوا خدوني انا. مش انتوا كنتوا عاوزين تاخدوني انا. بس سيبوا بابا ما تعملولوش حاجه. طيب ماشي لو انت دخلت فريق الاطفال معانا هنسيب باباك. يلا قدامنا دلوقتي. حاضر حاضر. ابو علي انت بتعمل ايه؟ بابا انا اللي لازم ادخل فريق الاطفال عشان لازم اعرف بيفكروا في ايه وعاوزين ايه. انت بابا لازم تكون بخير. يلا نجاز. يلا ودي بالي بسرعه. تعالوا يايا. تعالوا ورايا. ماشي حركات يا دوب. يلا بسرعه ما عندناش وقت. جيش الاطفال في الاخر اللي ماشي علينا. بابا انت بقيت بخير يا بابا. انا بخير يا ابني بس اللي بيحصل ده انا مش موافق ولا راضي عنه. بابا هم خلاص يا بابا هيخلوني قبل البص واعرف كل حاجه. بس انا عرفت يا بابا انهم مش بيروحوا مكان وهو المدرسه. يا بابا انت لازم تروح على المدرسه وتستخبى فاهمني. انت ودي بالي يلا بسرعه وديتا. طيب طيب يا حركات انا جاي دلوقتي. ثانيه واحده بس. بابا لازم تروح على المدرسه تستخبى. جيش الاطفال مش بيدور هناك. اسمع كلامي. طيب طيب اول ما انتوا تمشوا انا اروح على المدرسه استخبى. ماشي يا بابا برافو عليك. يلا بسرعه عشان تقابل البوس. طيب طيب حاضر انا جاي. باي يا بابا. يلا بينا. او ماي جاد يا علوية شايفين مأمنين مكان البص ازاي. البص اصلا موجود في الملجأ اللي هو مكان ثعلب ودك. يلا ودي بالي مش عشان تعمل البص. طيب طيب حركات يا نوبة ما نشوف مين البص ده اساسا. خلينا نشوفه يا ترى مين بس هو البص ده. ايه ده مين ده ان شاء الله ابو شعرية واحدة. قولي مين ده مين ده حركات. هو ده البص يا ابني. ده البص. بص انتوا بتهزروا يا ملك. مين ده يا ملك. هو ده البص بتاع جيش الاطفال. او ماي جاد بص جيش الاطفال. ثانية واحدة بس كده. هو انت البص. انت مين بس اللي سمح لك تتكلم. انا قلت لك اتكلم. هو البص سمح لك. يا بص اضربه. لا استنى بس انا دلوقتي عاوز اعرف انتوا لقيتوا العربية بتاعتي ولا لا. لا يا بص للأسف ملقيناش العربية. طيب مش هو الولد ده اللي عارف مكان العربية. لا يا بص ده صاحب ثعلب اللي عارف البيت بتاع ثعلب. طيب يلا روحوا فتشوا بيت ثعلب ده لازم ترجعوا لي عربيتي.
او ماي جاد او ماي جاد، هو تقريبا في حاجه انا مش فاهمها. عربيه عربيه ايه؟ انتوا بتتكلموا عن ايه؟ العربيه بتاعتي سالم صاحبك الغدار خطفها من ايدي وجري. انا هخلي جيش الاطفال يدمركم كلكم. او ماي جاد، هي الخناقه دي كلها وجيش الاطفال والدبابات دي عشان عربيه؟ ويبقى ان شاء الله العربيه دي قولي نوعها طيب وانا ممكن اشتري لك واحده زيها. لا انت فهمت غلط، دي عربيه لعبه، العربيه بتاعتي دي لعبه. واو واو، طب انا اعرف منين بس الشغل بتاع سالم ده؟ واو واو، انا اتصلت بسجوقه. واو واو دوج، انت ليه اتصلت بيا دلوقتي يا دوج؟ انا كنت بضرب حركات. واو واو، اتصلت بيك عشان انا مش عارف اشتغل في الملجأ لوحدي. واو واو، تعال ساعدني. ايه ده، اساعدك في الملجأ؟ وانا من امتى بعرف اشتغل في الملجأ اصلا؟ وبعدين سالم راح فين؟ ازاي يسيب لك الملجأ ويمشي؟ سالم ده مش قد المسؤولية، انا هعده. واو واو، تعده؟ هو اللي سالم اصلا، انت اللي سجوقه. واو واو، هيعدك وياكلك. واو واو، صحيح، ده هو اللي يهدني وياكلني. حركات ده خلاني غبي. هو سالم راح فين طيب وسابك؟ واو واو، سالم سابني ومشي عشان راح يضرب سالم الاحمر. واو واو، عشان سالم الاحمر اشترى هدية لسالبة. واو واو، فسالم زعل وراح يشتري هدية لسالبة. واو واو، وانا مش عارف اشتغل. واو واو، انا فهمت دلوقتي، يعني سالم راح يضرب سالم الاحمر عشان معرفش يشتري هدية لسالبة ولا ايه؟ بس ما حدش يجيب سيرة سالبة تاني، انا مش هكلمها اصلا. ايه ده، سالم جه اهو. واو واو، سالم عملت ايه؟ انا معرفتش اشتري هدية لسالبة وزعلت مني. انا عاوز اشتري هدية لسالبة عشان تحبني تاني. انتوا معكمش اي فلوس خالص تساعدوني؟ ايه ده، هو الولد توماس راح فين يا دوج؟ واو واو، هو خرج من الملجأ ومعرفش هو راح فين. واو واو، غريبة، الولد ده راح فين؟ انا جيت، انا اشتريت هدية حلوة، بصوا انا اشتريت ايه. ايه ده، توماس اشترى لعبة، انا لازم اخدها واديها لسالبة. انا مالك سالبة بتاعتك دي، انا مش هديلك هديتي العربية الحلوة. بيب بيب، وانسع من قدامي لحسن ادوسك. بيب 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 بيب، انا لازم اخد منه اللعبة دي واديها لسالبة، لازم اروح اخدها. خلاص يا توماس ما تزعلش، هبقى اجيب لك هدية بدلها. دوج، انا اروح ادي اللعبة دي لسالبة عشان ترجع تحبني. يلا باي. سرق لعبتي، سرق اللعبة بتاعتي، انا مش هسيبكم، انا لازم انتقم منكم. توماس لازم ينتقم. واو واو، انت يا توماس اللي تنتقم مننا. تنتقم مننا احنا؟ ازاي، انت لسه طفل صغير اصلا. بس انتوا دلوقتي ما تعرفوش انا مين. انا توماس رئيس عصابة الاطفال، ولازم اخلي الجيش بتاع الاطفال يضربكم كلكم. انا قلت لكم عشان انا زعلت خلاص. واو واو، جيش الاطفال. واو واو، انا هرب بسرعة. واو واو، وانا كمان. سالم النوم سرق لعبتي، انا لازم احضر الجيش بتاع الاطفال، لازم جيش الكبار النبات. هولي مولي، عربية لعبة وعامل لي كل المشاكل دي، انت ابو شعرايا، انت زعيم انت. شفتوا قال لي ايه؟ بيقول لي كده قدامكو، العربية بتاعتي اتخطفت، انا زعلت. انتوا يا عصابة الاطفال لازم تروحوا تجيبوا لي سالم ده وترجعوا لي عربيتي. اللي انت عملته ده، انت زعلت الزعيم بتاعنا، الزعيم دلوقتي بيعيط. خلاص يا زعيم، خلاص هجيب لك شوكولاتة. انا اسف ان انا زعلت الزعيم. خلاص يا زعيم، والله بص هبقى اوديك الزحليه تتمرجح كده وتتفسح وتنزل البسين كمان. هولي مولي، حركات معاك شقه، بسكت بالعجوه، ندي للزعيم يسكت. خلاص يا زعيم، اشتري لك الشمسي. لازم تاخدوا الولد ده وتروحوا تجيبوا لي سالم وعربيتي، انا زعلان. يلا بسرعه زي ما سمعت، يلا. او ماي جاد، ده اللي هو يعني كل اللي بيحصل ده علشان عربية لعبة؟ يا سالم يا نوب، انت السبب في كله ده. يلا بينا، يلا بينا مشوا عشان نلاقي العربية بتاعت الزعيم. يلا. وانا دلوقتي يا بص هروح ماشي، انت يا ملك احمي البص بسرعة، هروح ارجع العربية. طيب.
طيب حاضر، خلاص يا بص ما تعيطش، هرجع عربيتك. لازم ترجع عربيتي، يا إما هخلي كل الأطفال اللي في المدينة تدمرها كلها. او ماي جاد يا علوية، دلوقتي احنا واخدين الدبابة عشان نروح نعمل هجوم على بيت ثعلب. حركات النوب زي ما انتوا شايفين قاعد، بصوا مستعد للحرب. ايوه التابة دي مستعد التابة. انت وديباني لو ليت اي حد فيه. اسكت يا نوب، انت اسكت، عاوز تدمر المدينة. يابا هو ده البيت بتاع ثعلب، فدلوقتي علوية خلينا نيجي هنا كده. يا ترى فين ثعلب؟ ودلوقتي جه وقت التفتيش، ولازم نشوف ثعلب فين عشان نرجع عربية البص. ايه ده وايه ده؟ انت وادي شعلوبي. طيب حركات، دور هنا بس اوعى تضرب ثعلب، استنى اما تشوف العربية الأول. ودلوقتي بص بص، انت وادي صغدن، انت ادخل روح دور هنا ماشي. وادي صغدن، انا وادي صغدن، انا طفل، لو قلت لي وادي اضربك، انا اسمي طفل. طيب ماشي ماشي يا طفل، يلا روح يا طفل، يلا دور هنا بسرعة. والله يا اطفال فعلا، ايه ده؟ خلينا اطلع بسرعه اما اشوف ثعلب فين الغبي ده، عشان هو السبب في كل المشاكل دي. خلينا ادور هنا، مفيش اي حد. ثعلب، او يا ترى فين ثعلب النوب؟ خلينا ادور هنا برضو، مفيش حد. او ماي جاد، مش معقوله ثعلب كده يعني خلاص اختفى. ايه ده ثعلب؟ بالي انا اسف على اللي انا عملته يا بالي، انا اللي خطفت العربيه بتاعت توماس. بس بس وطي صوتك، وطي صوتك يا ثعلب، انت عارف ان المشاكل اللي انت عملتها دي هتدمر بروك ايفن كلها بسبب عربية الطفل توماس ده. اسمعني يا ثعلب، هي العربية فين؟ العربية نديتها هدية لثعلبة. او ماي جاد ثعلب، اسمعني، انت لازم تروح ترجع العربية دي وتروح على المدرسة مع بابا، تستخبى مع بابا عند المدرسة، وانا دلوقتي هحاول اخليك تهرب من هنا، ولو انت قدرت تهرب من هنا وترجع العربية انا هاجي عند المدرسة اخد منك العربية واديها لتوماس زعيم الاطفال واخلي الحرب دي تقف. هو ده الحل الوحيد يا ثعلب، ماشي. انت وادي بالي، انت ايد حاجة فوق ولا انت عدوة معاك؟ لا لا انا بدور اهو. ثعلب يلا اهرب اهرب دلوقتي يا ثعلب، يلا بسرعة. طيب يا بالي انا ماشي. يلا بسرعة بسرعة، برافو عليك، انزل انزل. نايس، برافو يا ثعلب. ودلوقتي خلينا نشوف الباقية. ها يا طفل، انت يا طفل، انت لقيت حاجة جوه ولا لسه؟ اديني كنت بشوف، لقيتش اي حاجة. ولا انا برضو لقيت اي حاجة فوق، معناها ثعلب ده راح فين يا واد؟ حركات ولا انا ما لقيت اي حاجة. طيب معناها بقى ان احنا نرجع للزعيم توماس ونقول له. الزعيم هيزعل جدا، لازم يلاقي لعبته. او ماي جاد، لعبة ايه بس؟ والله ده لو اديت الزعيم ده بنية. بس طبعا انتوا يا نبات مش هتسيبوني. طب يلا نرجع. انا بيزعلنيش اللي انت قلته، انا كل اللي انا عاوزه العربية بتاعتي، عربيتي اللي مرجعتش النهاردة، مش هخلي ولا واحد سنه كبير عايش في بروك ايفن، كل الكبار هيموتوا. انا حذرتكم لو عربيتي مرجعتش انتوا اللي هتندموا، صدقوني. هدي نفسك يا بص، هدي نفسك، هجيب لك الشوكولاته بتاعتك. لا مش عاوز شوكولاته، هاتولي عربيتي. بص اديني فرصه واحده بس، انا دلوقتي لازم اروح ادور على عربيتك بنفسي، اخر فرصه، ويا رب تنجح. بس بليز ما تأذوش اي حد من الكبار. خليني دلوقتي اروح اشوف ثعلب بعد المدرسه، يا رب يكون جاب اللعبه. بص انا اروح ارجع عربيتك ماشي. طيب هي دي فرصتك الوحيده، لو العربيه ما رجعتش انا هدمر المدينه كلها. ماشي ماشي يا بص يا ابو شعرايا انت، ودلوقتي انا اروح. جودي حركات، يلا روح مع الواد بسرعه. تحت امرك يا باشا. او ماي جاد، حركات هيجي معايا، تعالى حركات يا نوب. يلا رايح تدخل لجيش الاطفال، يا رب ثعلب يكون جاب اللعبه، لو يا رب عشان المدينه ما تتدمرش. يلا بسرعه خليني اروح المدرسه، تعالى حركات. ايه ده ماشي، انت ليه جبتني عند المدرسه دي؟ يا ابني جبتك عند المدرسه عشان اكيد ثعلب جوه مع اللعبه. يلا تعالى انجز، خلينا نشوف اللعبه. هولي مولي يا لو يا رب يكون جابها. يا ابني بص، مش عاملي واجب اساسا، انت ليه جبتني عند المدرسه؟ او ماي جاد، واجب ايه يا نوب؟ انت دلوقتي انت في جيش الاطفال يا طفل. طب يلا بسؤالي عشان اتعنشب، عشان انا لو اتعنشب هجيبك. استنى استنى استنى، رمش نوب نوب، استنى. قولي مولي علي، شوف النوب ضارب في كل حته، خليني دلوقتي اشوف ثعلب وبابا، يا رب يكون جاب اللعبه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي استنى يا نوب، حركات انت بدخل ورايا بعدها بشويه، خليني ادخل، يا رب يكون. ثعلب بالي، انا جبت العربيه من ثعلبه بس زالت مني يا بالي. مش مشكله ثعلبه دلوقتي. او ماي جاد، هي دي العربيه اللي عامله كل الازمات؟ ايوه هي دي عربيه توماس. ماشي يا ثعلبات العربيه. يب
ودلوقتي خدت العربية ولازم ارجعها لتوماس زعيم جيش الاطفال. اخر فرصة ليكم، دلوقتي جبتوا العربية بتاعتي ولا اخلي المدينة تتدمر اكتر؟ لا لا يا توماس زعيم الاطفال، خلاص انا جبت العربية بتاعتك، مش هي دي عربيتك؟ ايه ده، انت جبت عربيتي؟ هي دي، ايوة عربيتي، هات العربية. اوكي هديلك العربية بس بشرط واحد، توقف الحرب دلوقتي والدبابات دي تشيلها، ماشي انت وجيش الاطفال؟ طيب ماشي يا اطفال الحرب خلصت، انا لقيت عربيتي يا اطفال، خلاص شيلوا الدبابات. او ماي جاد، هو فعلا الزعيم؟ او ماي جاد، خلاهم يشيلوا الدبابات. ايه داي، الحرب خلصت خلاص؟ ايوه خلصت خلاص يا اطفال، يلا كل واحد يروح، يلا يكتبوا الواجب بتاعكم. امسك يا توماس عربيتك. ايه عربيتي رجعت تاني، انا فرحان. هولي مولي، معقولة اللي كان بيحصل ده على وايه؟ عشان شوية اطفال لبات بس كانت ضايعة منهم عربية، والله الاطفال دول مجانين اصلا عشان يعملوا حاجة زي دي اساسا. ايه ده، انت قلت ايه؟ ايه ده، هو انتوا لسه موجودين؟ يا ابني روح اكتب الواجب بقى يا ابني. اه صحيح، انا ما كتبتش واجب الدراسات، شكرا ان انت قلت لي. يلا بينا يا بلد. يلا بينا، ولا انا كتبت الواجب اصلا. او ماي جاد، مش كاتبين الواجب وجايين تعملوا لي عصابه؟ يلا يا نبات. ودلوقتي اخيرا حركات التوسع على ابو بابا، خلصنا من جيش الاطفال. استعدوا بقى يا حبيبي، استعدوا لجيش الفراخ بتاعتي. او ماي جاد، جيش فراخ؟ فراخ يا نوب؟ انا بحضر جيش الفراخ، لازم اخلي الفراخ كلها تحتلي بروك هيفن.